البرلمان العربي يدين تصريحات صادرة من قبل الدولة الفرنسية تجاه الجزائر، ويثمن الدور الجزائري الكبير في النضال ضد المحتل الفرنسي. دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية والتي تدلل على هذا الأمر. البرلمان العربي يدين محاولة الاعتداء على تاريخ الجزائر العريق. البرلمان العربي تحدث عن بطولات الشعب الجزائري في مواجهة الاستعمار الفرنسي، وندد بالتصريحات مانويل ماكرون التي أشار فيها إلى أنه لم تكن تتواجد أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، في تحدي صارخ للذاكرة، خاصة مع أن السلطات الجزائرية تقوم بكل المحاولات من أجل الضغط على السلطات الفرنسية في سبيل الاعتراف بالجرائم التي وقعت بحق أبناء الجزائر طيلة فترة الاستعمار، والتي بدأت من عام 1830 حتى عام 1962، في وقائع مع الأسف الشديد يرفضها كل من له قيم إنسانية يؤمن بها. ومع الأسف الشديد نشاهد الفرنسيين لا زالوا حتى الآن يمضون في طريقهم بعدم الاعتراف بتلك المجازر، ولكن هناك توترات دبلوماسية قوية تطفو على السطح الآن، نشاهدها في تلك التصريحات التي تخرج من وزارة الخارجية الجزائرية أو من وزارة الخارجية الفرنسية، وأن هناك سجلات دبلوماسية حادة متعلقة أيضا بالقرارات الأخيرة التي خرجت من الجزائر بحظر الطيران العسكري فوق الأجواء الجزائرية في هذه الآونة. كانت هناك محاولات لتهدئة من قبل ماكرون حينما ذهب لموقع الجريمة التي حدثت في شهر أكتوبر بحق أبناء الجزائر الذين خرجوا بالألاف في شوارع العاصمة الفرنسية باريس ليطالبوا باستقلال الجزائر وقتها، وكانت هناك مجزرة دامية، قمع دامي، هكذا وصفه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وحاول يعني إحياء ذكرى الضحايا. في المقابل الرئيس تبون أمر بالوقوف دقيقة حداد سنويا في تلك الذكرى الأليمة. عموما تلك التصريحات تأتي في إطار هذه السجلات الدبلوماسية.